الان غادي نقدم لكم دائما في اطار شهوات من ما اتي وفي برنامجكم حديث ومغزل طاجين ديال البقري مقلي اللي غادي تنصبيها للا على حسب القدر ديال اللحم اللي عندك بقري. غادي نمشيو بنفس القاعده ونفس التوابل باش غادي نطيبوا هذا اللحم، ومن بعد غادي نعطيك تختاري اشكال ديال الخضر اللي غادي تماشى مع هاد الطاجين. اذا بسم الله غادي ناخذوا اللحم غادي نغسلوه ونحطوه، غادي ناخذوا البصله غتاخدي جوج الى ثلاثه ديال البصلات غادي تشلضيهم صغار غديريهم في الكوكوطه ديالك، غتزيدي لهم اربعه الى خمسه ديال الفصوص ديال الثوم معوكين، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، نص معلقة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال الملحة، جوج معلق كبار ديال زيت العود، وشوية ديال الزعفران الحر إلى عندك لالا متوفر. غادي طبعا تاخدي كاس كبير ديال الماء تسخنيه وتطلقي فيه داك شعيرات ديال الزعفران الحر وتخليها مدة ديال 10 ديال الدقائق كتطلق ديك النكهة واللون في ديك الماء باش هاد الماء من بعد غنمرقو به. غتاخدي اللحم ديالك، هنا كنتكلمو على نص كيلو الى كيلو لارب ديال لحم ديال البقري. غتشحري هاد البصلة والتوابل هما الاولين، ثم من بعد غادي تزيدي فيهم اللحم وكتخليهم دائما على نار مهيلة كيتشحروا. كتقلبي اللحم من الجهتين ثم كتزيدي الماء اللي فيه الزعفران الحر، كتخليها تجي كل المدة ديال 10 ديال الدقائق على نار مهيلة دائما كيتشحر غير بالمهل. كتجانس كلها هاد التوابل مع بعضها وكتعطي النكهة طبعا. ثم كتمرقي كتزيدي الماء دافي على حسب الخضرة اللي غادي تستعملي من بعد. إذا كانت الخضرة كتشرب الماء غادي ديري مثلا ثلاثة ديال الكيسان كبار ديال الماء دافي، كانت الخضرة ما كتشربش الماء غاديري واحد الكاس ونص إلى جوج ديال الماء دافي. إذا الاقتراح ملي غيطيب هاد اللحم غتخلي تشدي الكوكوط ساعة لارب وكتخلي اللحم كيطيب. هنا أنا غنعطيك ثلاثة ديال الاختيارات، هاد الطاجين نفس الطاجين اللي دابا وجدنا، ما عندك الاختيار. ممكن مرة تخضريه باللوبيا الخضراء دي زاغيكو، ممكن مرة تخضريه بالصفرجل، ممكن مرة نخضروه أيضا بالشيفلور. كيفاش غادي نخضروه باللوبيا الخضراء؟ اللوبيا الخضراء غتحتاجي إلا درنا نص كيلو ديال اللحم غادي تحتاجي واحد نص كيلو ديال اللوبيا الخضراء، كيتغسل مزيان كيتنقى، نتوما طبعا كتعرفوا كتحيدوا ديك الخيوطه ديال اللوبيا الخضراء وكتقطع بقيم متساويه. ملي كيطيب اللحم اللوبيا كيخصها المرقب زايد، كتحطي اللوبيا في الكوكوط وكتخليها واحد ربع ساعه كطيب، ثم كتاخدي جوج الى ثلاثة ديال الحبات ديال المطيشه كتحيدي لهم القشره، كتقطعيهم في شي اناء بالزريعه ديالهم، كتقطعيهم واحد الاجزاء اللي تكون متوسطه وكتزيديهم فوق من ديك اللوبيا، وكتاخدي نص ربطه ديال المعدنوس كتقرضيها صغيره وكتزيديها على الطنجره ديالك، كتخلي اللوبيا تكمل الطياب ديالها والمرق يزيد يختار. وفي ديك 10 دقائق الاخرى كتاخدي نص حامضه مصيره كتحيدي لها اللب ديالها كتحافظي على القشره وكتحطيها في الطنجره ديالك مقسومه على زوج او ثلاثه، وكتخليها كتطلق ديك النكهه ديال المذاق الحامض مع ديك اللوبيا الخضراء مع مطيشه اللي كتعلك وكتعطي حتى هي واحد اللون، ومع طبعا ديك المعدنوس حتى هو اللي كيزيد المذاق. ملي كتشوفي المرقه ديالك وقفات كيف كنقولوا في الطنجره، اللحم واجد، اللوبيا طابت، ها هو الطاجين ديال اللوبيا الخضراء بالصحه والراحه، كيجي لذيذ جدا. الاختيار الثاني هو نفس الطاجين ديال اللحم بقري مخضر بالصفرجل. منين كيطيب اللحم الصفرجل طبعا السيدات كتعرفوا كيفاش تغسل وكيتقطع،
غادي تقطعي على لا صفر جله على جوج ثم على جوج، يعني كنقطعوها على ين على اربعه. الا كانت كبيره غتقطعوها على ثمانيه بحال اللي كنقطعوا التفاح اولا النقاس. غادي ديري صفر جل في الطنجره ديالك مع اللحم حتى كيطيب شويه وكيتطلق، كتاخدي عاوتاني جوج حبات ديال المطيشه كتحيدي لهم القشره كتقطعيهم بالزريعه ديالهم وكتزيديهم ربع ساعه من بعد في الطنجره، وكتاخدي ربع ربع ديال حامضه مصيره كتحيدي ديك الجلف ديالها كتخلي غير القشره، كتقطعيها شرائح رقيقه وكتلقيهم في الطنجره كتخليهم كيطلقوا ديك المذاق الحامض، وكتخلي المرق ديالك كيتقلى. وها هو طاجين ديال الصفرجل على طيبه الحموضه كيجي حتى هو من ألذ ما يكون، كتقدميه بالصحه والراحه. الاختيار الثالث هو نفس الطاجين، دائما اللحم راه نصبناه قلنا مقلي يعني بالبصله والثومه والسكينجبير والخرقوم الملحه زيت العود شويه الزعفران الحر راه طاب. دابا هي الطنجره واجده. الاختيار الثالث الخضره هو الشيفلور، كتاخدي ديك الشيفلوره راس ديال الشيفلور او شوفلور كتقطع شجيرات او ريضات، كيخصها تغسل مزيان لان الشيفلور بعض المرات كنلقاوه شويه كيكون مسخ، فغسلوه مزيان في الماء والخل، خليوه شويه مطلوق في واحد البانيو ديروا فيه الماء والخل، خليوه حتى تيطلق ديك التراب ديالو مزيان، وعاودوا غسلوه مزيان بالماء شلوه. الشيفلور حاولوا تقطعوه شجيرات متساويه وكبيبره باش ما يتفرتت ليكمش في الطنجره. السيدات اللي كيخافوا انه يطلق ليهم لي غاز ممكن غير ديروه في الماء دافي او الماء سخون واحد 5 الى 10 ديال الدقائق، وتعاودوا ديروه في الماء بارد باش كيتجمع راسو، وعاد تطلقوه في الطنجره ديالكم. ومن بعد كتزيدوا له حتى هو جوج حبات ديال المطيشه بلا قشره بالزريعه مقطعين والحامض مصير، وتا هو كتزيدوا له تقريضه ديال المعدنوس، لانه هاد طويجنات كتجي على طيبه الحامض رائعه بالنكهه ديال المطيشه والمعدنوس مع اللحم كتجي هائله. جربوها وردوا عليا الخبر.